وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد إن السلطات القطرية قامت بانتهاكات وممارسات ضد الصيادين البحرينيين ضاربة عرض الحائط بالقانون والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أضرت بأرزاق الصيادين وانتهكت حقوقهم. ما تقوم به السلطات القطرية مع الصيادين البحرينيين من سوابق وغيرها غير مقبولة، سواء كانت شعبيا ورسميا في البحرين، لأن فيها تجاوز على الحدود الجزيرة وشاح القربة بين الشعبين البحريني والقطري. وهذا الصوت الشرائح الاجتماعية البحرينية والواسعة. وطبعا السلطات القطرية قامت للأسف بانتهاكات واعتداءات على الصيادين البحرينيين، يعني مارست معهم أساليب تعذيب وهددتهم بالسلاح، منهم من أصيب ومنهم من قتل. وبالتالي اليوم أصبح السلطات القطرية أصبح أسلوبها مكشوف وممارساتها الإدارية بشكل واضح على البحرين. ممارسات خاصة السواحل القطرية يعني انتهكت ضد البحار البحرين خرقا، واخترقت قانون الدولي والاتفاقيات الأمنية واتفاقيات التعاون المشترك. ويطلب اليوم العمل سويا في وقف هذه ما تقوم فيه السلطات القطرية والتي تضر بأرزاق البحار البحرينيين والمساس بحقوقهم. احنا نتحدث اليوم ان من حق البحار البحرينيين ان يقوموا بالصيد بأمان من دون الاضرار بمصالحهم. وهذا الكلام يؤكد بان اليوم اصبحت السلطات القطرية تهددهم بشكل يومي، وتم استدراجهم حسب ما ذكرتم في تقريركم، استدراجهم بأساليب ماكرة، يهدفون القبض عليهم، وهذا استهداف مباشر للبحار البحرينيين.